الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حتى لا تنال الحسرة قلوب المؤمنين على ما فاتهم من عدم أداء مناسك الحج، المولى سبحانه وتعالى أعطى العباد في هذه الأيام العشر أعمال إذا هم قاموا بها تحصلوا بها على أجر الحج وعلى أجر العمرة، وهذا من فائضات رحمة المولى تعالى على عباده ومن دلائل حب المولى تعالى لخلقه. ومن هذه الأعمال العمل الأول ما رواه الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسن أن من صلى صلاة الغداة أي صلاة الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى في مصلاه حتى تطلع الشمس إلا وأعطى الله تعالى أجر حجة وعمرة تامة، فما أعظمه من ثواب وما أعظمه من فضل وما أعظمه من فيض، يدل على سعة رحمة الحق جل وعلا وعلى حبه لعباده. وفعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم. فمن صلى صلاة الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى في مصلاه حتى تطلع الشمس وتبزغ الشمس أعطاه الله سبحانه وتعالى ليس أجر حج فقط، أجر حجة وعمرة، ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تامة. فمن منا يعجز عن مثل هذا الفعل إلا من استبد به الكسل واستبد به العزوف عن الخير. ومن الأعمال التي يحصل بها المرء المؤمن ذكرا كان أو أنثى أجر الحج والعمرة ما جاء في معجم الطبراني من حديث أبي أمامة ومن حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن من صلى صلاة الفريضة في مسجد الجامع أي في جامعه كتبت له حجة مبرورة، ومن صلى صلاة النافلة في مسجد الجامع كتبت له حجة مقبولة. فالحفاظ على الصلوات المفروضة والسنن الرواتب في المسجد الجامع له فضل أداء الحج والعمرة، بل جاء أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما أدى حجة مقبولة، ولكن هذا مع الاستمرار كما في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، بل جاء أن المشي إلى المساجد له أجر الحج والعمرة المقبولة. فهذه أبواب فتحها الله سبحانه وتعالى لعباده، ما عليهم إلا أن يلجوا منها ويحافظوا على الولوج من هذه الأبواب: باب الحفاظ على صلاة الفجر في جماعة والمكث في المصلى حتى تطلع الشمس، باب الحفاظ على الصلوات في مسجد الجامع، الحفاظ على النوافل، كثرة الخطى إلى المساجد، الحفاظ على صلاة العشاء في جماعة. فمن حافظ على هذه القربات أعطاه المولى سبحانه وتعالى أجر الحج والعمرة. فوق هذه الخيرات التي صرحت بها النصوص في أحاديث إما حسنة وإما صحيحة وإما ضعيفة، وهي من الضعيف المنجبر الذي يستدل به في فضائل الأعمال وفي مكارم الأخلاق وفي الترغيب والترهيب، فوق هذا نية العبد، إذا ارتبطت نية العبد بالحجاج يعطيه المولى سبحانه وتعالى ما نوى. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، قوله صلى الله عليه وسلم لمن ذهبوا معه إلى تبوك، قال: ما سرتم مسير إلا وهم معكم، ما قطعتم وادي ولا سهل ولا جبل إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله كيف يكون ذلك وهم بالمدينة؟ قال: إنما حبسهم العذر، يعني هم معهم بنياتهم. فلا نغفل أن نشارك الحجاج بالنيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربطنا وإياكم بالنيات الصالحات وأن يجعلنا من عباده الصالحين
الذين يتغانمون مواسم النفحات، وأسأله جل في علاه أن يتوفانا وإياكم على كمال الإيمان واليقين وهو راضي عنا وعلى طول العمر في طاعة الله، والحمد لله رب العالمين.